روندا بيرغ غادي تنتج لينا في سنة 2006 الكتاب اللي دار بالبلاء في العالم كامل وخلى كلشي يهضر عليه ذا سيكريت السر اللي غيخلي فكرة النجاح في الحياة هي حاجة انت اللي مسؤول عليها وعلى حسب طريقة التفكير ديالك ممكن تجذب الأشياء المزيانة أو الخايبة لحياتك والمستحيل هو شيء انت دايرو في عقلك ولا وجود له في الواقع طبعا كلنا انبهرنا بهذه الأفكار الجديدة وترسخ في الذهن ديالنا أن أول خطوة في سلم النجاح هي التفكير الإيجابي وقانون الجذب ممكن يحقق لك كل ما كتحلم به بزاف ديال العاقة النجاح في الخدمة ديالك تعب صحة جيدة وعلاقات أسرية واجتماعية مثالية طريقة اللي تم بها تسويق هذا الفكر كانت جذابة لنا كاملين متحدثين عندهم كاريزما تمكنوا من الإجابة على الأسئلة التقليدية ديال كيفية النجاح في الحياة ولكن بطريقة غير تقليدية وما موالفينهاش كلام معسول كله إيجابية وطاقة خلانا حتى حنا نتخيلوا الفيلا الفاخرة بلا بيسين اللي غادي نسكنوا فيها طوموبيل آخر موديل اللي غنسوقوها في المستقبل القريب خاصة أننا في ذاك الوقت كنا عايشين في التيه في ظلاميات المستقبل في عشوائية المسار غير ظاطمين بلا خريطة بلا انا وانت والاخر كان خاصنا غير اللي ياخذ بيدينا وجات افكار السر وقاصتنا في الوتر الحساس وقنعتنا باللي ممكن ممكن حتى حنا ننجحوا بحالهم تماما ولكن هما كيفاش نجحوا واش حتى هما مارسوا قانون الجذب والتفكير الايجابي تابع معنا We're all working with one power one law it's attraction بوب بروكتر هو أكثر شخصية هدرت في وثائقي السر هو الأشهر بينه وهذا الشيء راجع لأسلوبه في التحدث والإقناع والبراعة ديالو في استخدام لغة الجسد بخلاصة السيد عنده كاريزما وكيختار كلماته بعناية فائقة ولكن اللي ما كنعرفوش عليه هو أنه أكبر مسوق لشركة فيما اللي هي شركة كتبيع منتجات عندها علاقة بالحمية الغذائية Because I'm going to tell you this is one of the best opportunities for time and money freedom that you're ever going to find The opportunity that you're looking at here with Vima will give you that. شركة فيما كتستهدف درجة أولى الجامعات فين كاينين المراهقين اللي مازال ينتالفين وما عارفينش من طريق إيش كيعمروا لهم راسهم وكيقنعوهم أنها فرصة العمر لتحقيق الحرية المالية والتخلص من عبودية الوظيفة و 1826 شركة فيما حصلت على أكثر من 200 مليون دولار سنويا في عامي 2013 و 2014 وهذا الشيء بالطبع كان على حساب ناس بساطة تاقوا في بوب بروكتر كوجه معروف ويستحيل أنه ينصب عليهم ولكن الحقيقة أنه فيما بعد غتعرف أنها شركة النصب على عباد الله وأن الرابح الوحيد في الشركة هما الناس يدخلوا في اللوب من بعد ما تسدات شركة فيما بسبب أنها بيراميد سكيم يعني تسويق هرمي كينصب على عباد الله بوب بروكتر أنشأ شركة أخرى واسمها اي ام اكاديمي وجاب نفس الناس اللي كانوا معاه فيما وغادي يقوم بالتسويق مرة أخرى وغادي ينصب على ضحايا واحد آخر بوب بروكتر ما هو الا مثال بسيط ركزنا عليه باش تعرف بان هاد الناس ما كسبوش الثروات ديالهم بقانون الجذب والتفكير الايجابي وانما استغلوا سذاجة الناس وضعفهم وثقتهم فيهم وهذا مثال اخر جيمس ارثر راي اللي استفاد المشاره ديالو في الدي في دي ديال السيكريت واللي خولو لقاءات مع اوبرا وينفري ولاري كينغ You see if you look at your current state of affairs right now let's say for instance that you don't have a lot of money in the in your bank account or you don't have the relationship that you want or your health and fitness isn't up to par That's not who you are. That's the residual outcome of your past thoughts and actions. جيمس آرثر راي وبسبب واحد السيرموني اللي دارها في أريزونا ديال نشاط غريب اللي هو التعرق اختنقوا المشاركين بسبب السخونية الزائدة ولكن هو استمر ولم يعبأ به مما تسبب في الوفاة ديال ثلاثة ديال الأبرياء مرة أخرى بسبب الثقة الزائدة. So that what if I just visualize checks coming in the mail? So I just visualize a bunch of checks coming in the mail. Within just one month, things started to change. And it is amazing. Today, I just get checks in the mail. I get a few bills, but I get more checks than bills. Where's the money? That money, and come back to the original question. Where is the money? Please answer the question. The money, and as I, someone asked me recently the Where same question. Where is the money, David? Well, please answer the question. Where is the money? From the time I was diagnosed, which was November 23rd, to the time I was healed totally, was approximately 3 months. And that's without radiation and chemotherapy. you
ادعاء مثل هذا اللي قالته الاخت سبب في الوفاه ديال بزاف ديال الناس اللي تيقوا انك ممكن تبرم السرطان بدون كيماوي وغير قانون الجد واللي هو ما عنده حتى شي اساس. وهذه هي مشكله هذه الافكار ديال حركه العصر الحديث، كتعطيك افكار ملغومه. مثلا السرطان ممكن يتعالج ولكن بشرط اتخاذ الاسباب، نظام غذائي صحي زائد صيام، ممكن تعاون بالكيماوي، ولكن باش تبقى تمارس نفس العادات الخاطئه وتنتظر من قانون الجد بانه يشفيك فهذا هو العبث. اعتقادنا لهذه الافكار ما جاش من فراغ، هي افكار متجذره من الثقافه والديانه الهندوسيه والطائيه اللي ما كتامنش بان هناك خالق لهذا الكون، بل كتآمن بفكرة أنك أنت الإله وأن الكون ممكن يستجيب لك على حسب التفكير الإيجابي ديالك أو السلبي. في الحلقة القادمة غادي نهضروا على الشخص اللي كان سبب رئيسي في ظهور أفكار السر وهاد حركة العصر الحالي واللي أثر في أغلب المدربين الروحيين الحالي وعلى رأسهم أنطوني روبنز. إلا عجبك هذا المحتوى اشترك معنا في القناة وحاول ما تفلتش الحلقة القادمة لأنها غادي تكون عامرة بالمعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.